الزمالك كان الأحسن، الزمالك كان الأكثر روح، الأكثر إرادة، الزمالك كان الأكثر تركيز، الزمالك كان جوه الملعب هو اللي متسيد اللقاء في مجمل المباراة، والشركة عندك هتطلع الإحصائيات ديت أحسن مني بكتير، فالزمالك يستاهل المكسب. الأهلي لعب اللقاء وكسب الصوبة واحتفل ووزع الغنايم وابتدوا يشوفوا مين هياخد ايه في القنوات وهم في الفندق قبل ما يروحوا اللقاء. تمام. لذلك لما الاهلي راح اللقاء راح فانيلا وشورت، ما راحش لعيبة وجهاز، لان اللعيبة والجهاز كانوا موجودين في الفندق بيحتفلوا بالكاس اللي لسه ما لعبوهوش واللي لسه ما كسبوش. دقيقتك تصريحات كابتن احمد بلال؟ لا خالص خالص، لا خالص، لان دي مش تصريحات حد، يعني مش تصريحات كوره، مش حد بتاع كوره يعني. اتكررت التصريحات دي، تصريحات نجوم النادي الاهلي، اتكررت تحديدا كابتن محمد عماره لما اتسال الاهلي هيبقى موقفه ايه في السوبر المصري، شايف فرصته ايه، قال الاهلي هياخدها وهيكسب النهائي سكور. حتى ساعتها الكابتن طارق يحيى قال له تاني بتعيدوا نفس القصه. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لازم الناس تفرق ما بين تصريح كوره وتصريح ان انا عاوزه ترند، تصريح كدا اعلامي كده كده وش انت اديتها كده وش امال ايه، ما اصل احنا بتوع كوره، يعني انا راجل بتاع كوره، تمام، مش يعني مش كاشير على مكنه في محل كفته، واخد بالك، انا راجل بتاع كوره، فلما اجي اكلمك في الكوره هكلمك بمحددات الكوره. تمام. اهلي وزمالك محددات الكوره ملهاش مقاييس. عظيم. صح؟ تمام. اهلي وزمالك طبقا لاخر لقطه اللي هي بتاعت السوبر الافريقي، الزمالك تفوق. تمام. فالاهلي هينزل يغل. حلو. عشان ياخد بطاره، ده كلام الكوره. الاهلي هينزل يغل عشان ياخد ايه؟ بطاره. والزمالك عاوز يحافظ على اللي هو فيه. يحافظ على اللي هو ايه؟ على اللي هو فيه. ويؤكد تفوقه على الايه؟ على الاهلي. وجوميز اذا كان كعبه عالي على كولر مرتين فعاوز يبقى كعبه عالي للمره الايه؟ التالتة. للمره الثالثه. وبالتالي المباراه هتبقى متكافئه ما بين الاثنين. طيب في فرقتين تانيين ده لو الاثنين وصلوا للنهائي. بالظبط. في فرقتين تانيين في البطوله. بالظبط. يعني مش عارف هل الاعلام نسيهم ولا متجاهلهم مثلا ولا مش شايفهم. بيراميدز اقوى سكواد او اقوى تشكيله موجوده في الدوري المصري، ده بالارقام والاحصائيات مش اي حد تاني بيتكلم فيها. طبعا. في الكره المصريه بصفه عامه كمان. صحيح. مش في الدوري المصري. سكواد بس. مش سكواد بس. سيراميكا كليوباترا فرقه محترمه، فرقه من مميزه جدا، تأدي اداء مميز جدا مع كابتن ايمن الرمادي، حققت بطوله كاس الرابطه وبسببها هي بتلعب في السوبر. شايف الفرص ازاي للفرقتين دول مع الاهلي والزمالك؟ يعني بيراميدز لعب امبارح مباراه في المعسكر التركيه، كسب مش عارف 18-0، قال يعني بيخوفني، يعني بي 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 يعني حصل لنا واحد من الانديه التركيه، ما هو ماشي يعني، بس 18-0 يعني انا عارف الفرق ديت يعني اللي بتكسبها 18، هو طب في حاجه في الكوره اسمها 18؟ النتائج دي اتلغت من الكوره من زمان. تمام. مفيش 18 دي، المفروض الحكم ينهي عدم تكافؤ. ده الشوط الاولاني طالع 12، مفيش حاجه كده، 40 دقيقه يعني كل دقيقه كل دقيقه لو هم عملوا تقسيمه ما بينهم هتبقى يا باشا كل دقيقتين جول، كانت هتبقى الفرقه دي عارفها كويس. فطبعا المباريات دي ما تديكش مؤشر عن